كلمة الرئيس الإماراتي في هذه الأثناء، نستمع. ونحن نرى وطننا بين دول العالم كما أراده زايد والمؤسسون رحمهم الله جميعا، من مكانة عالية ودولة قوية ومتطورة. نحمد الله على هذه النعمة أولا وثانيا، ومستمرون بإذن الله على نهجهم وحكمتهم ورؤيتهم، ونستلهم منهم الدروس والعبر في القيادة والإرادة. وسيبقى تاريخنا وهويتنا وموروثنا الثقافي جزءا أساسيا من خططنا لأجل المستقبل. وأشكر إخواني وسندي وعوني أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد الذين حملوني مسؤولية عظيمة، أدعو الله تعالى أن يعينني على حملها. وسيكون التعاون بيننا وتآلف قلوبنا والتفاف شعبنا حول قيادته كما كان على الدوام مصدر قوتنا وعزة دولتنا، كما توجه بالشكر والامتنان إلى جميع قادة الدول الشقيقة والصديقة الذين عبروا عن مشاعر التضامن والمواساة الصادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها في هذا المصاب الجلل. شعب دولة الإمارات وتمكينه كان وما يزال محور اهتمام دولتنا المباركة على قمة أولوياتها منذ نشأتها، وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله. نحن يا أخواني محظوظون بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات. اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له، كما نثمن الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني، ومساهمتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام الإمارات. سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل أو التهاون فيه. نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا في قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار لنا ولهم. أخواني وأخواتي، بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادة أخي خليفة رحمه الله ومن قبل المؤسس وباني الاتحاد الشيخ زايد، تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة، أصبحت مصدر إلهام وآمال لشعوب المنطقة والعالم، وبإذن الله ستبقى وتتطور بجهود أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها. اقتصاد دولة الإمارات يعد اليوم ضمن أكثر الاقتصادات قوة ونمو، فقد أنعم الله تعالى علينا بموارد غنية ومتعددة، خاصة مواردنا البشرية، حيث تمتلك دولة الإمارات ثروة متميزة من القوى العاملة الفتية والشابة، وتشاركنا أكثر من 200 جنسية بفعالية ونشاط في نمو اقتصادنا وتطوره. إخواني وخواتي،
تنويع اقتصادنا ضرورة استراتيجية أساسية ضمن خططنا للتنمية. لذا من الضروري تسريع جهود التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد نشيط ورائد عالميا، وسوف نستمر في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات وتحقيق أفضل المؤشرات العالمية في هذا المجال. وأولوياتنا تشمل كذلك تنمية قدراتنا في مجال العلوم والتكنولوجيا وتطويرها لتحقيق فوائد لجميع قطاعات الاقتصاد والمجتمع، كما أن دور القطاع الخاص محوري ومهم جدا، ويجب تنشيطه وزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد. عززت دولة الإمارات منذ قيامها علاقاتها مع دول العالم على أسس راسخة من حسن التعامل والمصداقية والتعاون البناء. لذلك اكتسبت الدولة سمعة طيبة إقليميا ودوليا بجهود شبابها وشاباتها، لنفتخر فيهم داخل الدولة وخارجها. وسنسعى خلال المرحلة المقبلة للبناء على هذه السمعة في إقامة شراكات استراتيجية نوعية مع مختلف دول العالم. وعلى نهج زايد الخير سنعمل على تعزيز دورنا ضمن الدول الرائدة عالميا في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية وعمل الخير، والاستمرار في مد يد العون إلى المجتمعات في جميع أنحاء العالم دون النظر إلى دين أو عرق أو لون. ونحن مستمرون كذلك في ترسيخ مكانة الدولة مزودا موثوقا للطاقة وداعما لأمن الطاقة العالمي، كونها العمود الفقري لتمكين النمو والتطور الاقتصادي العالمي. وستظل سياسة دولة الإمارات داعما للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم، وعونا للشقيق والصديق، وداعية إلى الحكمة والتعاون من أجل خير البشرية وتقدمها. وسنستمر في نهجنا الراسخ في تعزيز جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة المتوازنة القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل بين دول العالم، لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع. الأخوة والخوات، حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية عديدة واستثنائية، كونها دولة شابة وفتية، لكن طموحاتنا أكبر بكثير، ومن الضروري أن نستمر في بذل أقصى طاقاتنا وجهدنا لتحقيق المزيد. فمسؤوليتنا هي تأمين مستقبل مشرق لأجيال الحاضر والمستقبل، وتحقيق هذا الهدف يعتمد على العمل والجهد الذي نقدمه اليوم. الوالد المؤسس تغمد الله روحه الجنة وضع أساسات صلبة لهذا الوطن. علينا اليوم مضاعفة الجهود لحفظ مكانة الدولة ومكتسباتها. هدفنا الأول والأخير هو الإمارات وشعبها. أملنا بالله كبير، وثقتنا بمستقبل أفضل لوطننا وشعبنا ومسيرتنا المباركة.
ندعو الله تعالى أن يوفقنا ويعيننا، وعليه نتوكل، إنه ولي التوفيق. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد وأدخله فسيح جناته، وحفظ الله بلادنا بالعز والأمان والخير. إذن كانت هذه كلمة لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، اللي قال فيها إن على قمة أولوياتنا نهضة البلد وتمكينه، وكذلك سيادة الدولة وأمنها، مبدأ لا تنازل ولا تهاون فيه. وأضاف كذلك الشيخ محمد بن زايد تمديد أو نمد يد الصداقة لدول المنطقة والعالم التي تشاركنا التعايش السلمي. كذلك قال لدينا منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة. أيضا أكد أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أكثر الاقتصادات قوة عالميا، قوة ونموا عالميا. تحدث كذلك عن 200 جنسية، عن أكثر من 200 جنسية موجودة من القوى البشرية المهمة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. أضاف لدينا موارد غنية ومتعددة ونعمل على تطويرها. كذلك دور القطاع الخاص محوري ومهم ونعزز مساهمته. وأكد كذلك العمل على إقامة شراكات استراتيجية نوعية مع مختلف الدول، وأكد موقع الإمارات العربية المتحدة كمورد موثوق للطاقة وأمنها العالمي، ولدى دولة الإمارات العربية المتحدة أساسات صلبة يمكن البناء عليها. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية. معي أنا غنوة أبو دلّة.